السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزينة ليلى. غنتقاسم معكم اليوم الطريقة والمقادير ديال هذا البغرير ناجح مليون في المئة من أول تجربة. شوفوا كيفاش كيجي كامل متقب بحال الشهدة، وكيجي خفيف في الأكل ديالو، ما معجن ما مدقس ما حتى شي حاجة. الناس اللي عندهم مشكل كيضرهم بغرير في المعدة، هذا راه ما كيضرش، ما فيهش دقيق الأبيض. غير تبعوا الطريقة والمقادير ونبدأوا بسم الله. عندي 4 ديال الكيسان ديال الماء، ديال كيسان العنبة كنعبروا بنفس الكاس، هذا أتاي يكون الماء دافي غير واحد شوية صافي، معلقة صغيرة عامرة ديال الخميرة الفورية. الخميرة راه ضروري تكون جديدة، لكانت باردة راه ما كيطلعش بغرير مزيان. ومعلقة العسل أو السكر. هنا غنزيد 3 الكيسان ممسوحين عامرين ممسوحين ديال الفينو أو دقيق سبيسيال. صافي كنخلط مزيان بالفوي وكنديرهم في الخلاط الكهربائي، وكنبدأ كنطحن حتى كيطلعوا واحد الفقاعات، كيطلعوا واحد لي بول دير الفوق. صافي ديك الساعه راه واجد عندنا. غنزيدوا المقادير الاخرى، معلقه كبيره الخل، الملحه حسب الذوق، ديروا معلقه صغيره، وجوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى وزن 7 غرام الوحده. صافي هنا كنخويو الخليط في واحد الزلافه ونغطيو عليه غير شوية، ماشي بزاف، واحد 5 دقائق ما كاملاش. راه كيبان لكم كيتنفخ هذاك الخليط، لو طون باش كنغسلو هذيك الماكينة باش فاش طحنا وكنسخنو المقلة، العافية تكون مجهدة. صافي ومقلة من الأحسن ديروا هادو تلقاني تكون شوية ثقيلة باش بغرير ما يتحرقش ليكم. صافي وكتبقاو طيبو، راه كينجح من الدقة الأولى. شوفوا كيفاش كيجي ما شاء الله متقب هذاك البغرير كامل، وكيجي خفيف في الماكله ديالو، راه كيستحق فعلا التجربه. انتم انا غنكمل هاد البغريرات ديالي كاملين، والمقله الا شتوها حمات بزاف ديروها متحت من الماء، ولا ديروا واحد ان طورشون ديروا فيه الماء وبقاو تمسحوها مره مره. كاين اللي كيبغي البغرير ابيض من التحت، كاين اللي كيبغيه محمر شويه، كل واحد كيفاش كيبغي البغرير ديالو. وبالصحه والراحه، راه كيستاهل التجربه.